أهلا بكم مشاهدينا وجولة جديدة في أخبار عدد من المحافظات المصرية. نبدأ من الخبر العاجل الذي ورد إلينا منذ قليل، وهو مصرع 12 شخصا في حادث تصادم سيارة نقل وميكروباص على طريق الواحات. الخبر مرة أخرى، مصرع 12 شخصا في حادث تصادم سيارة نقل وميكروباص على طريق الواحات. نبدأ الجولة الإخبارية أو جولة أخبار المحافظات من محافظة أسيوط، حيث شيع عدد من أهالي ضحايا حادث اصطدام حافلة للأطفال مع قطار، شيعوا جثامين أبنائهم اليوم، وطلب والد 4 أطفال قتلوا في الحادث رئيس الجمهورية طلبه بإعادة النظر في اختيار المسؤولين في هيئة السكك الحديدية. كما انتقل فريق من النيابة العامة إلى مشرحة مستشفى منفلوط المركزي لمعاينة الجثث وإجراء التحريات للوقوف على سبب الحادث. ومعنا من هناك الصحفي يونس درويش. يونس، هل أنت معنا؟ نعم معك يا ضحى. يونس، ماذا عن ردود الأفعال بين أهالي أسيوط؟ ما زالت تتوالى ردود أفعال أهالي قرية المندرة والحواتكة ومنفلوط الغاضبة تجاه الحكومة والمسؤولين على خلفية وقوع هذا الحادث الأليم أمام مزلجان قرية المندرة التابعة لمركز منفلوط، والذي راح ضحيته العشرات وأصيب آخرون في هذا الحادث الأليم من طلاب معهد نور الإسلام الأزهري. هناك ردود أفعال غاضبة تجاه الحكومة ونتيجة الإهمال الحكومي على المزلجانات السكة الحديد في محافظة أسيوط. شيع الأهالي جثامين أطفالهم وذويهم الضحايا وسط صرخات وعويل النساء والشباب من أقربائهم ومن أهالي القرية، وعلى خلفية ذلك قام الأهالي بقطع الطريق السريع الزراعي أسيوط القاهرة وأشعلوا جذوع النخل ووضعوا الحجارة أمام المزلجان ومنعوا مرور المارة، في الوقت الذي وصل فيه حاليا دكتور هشام جنديل رئيس الوزراء واللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية إلى مستشفى أسيوط الجامعي في محاولة لتفقد أحوال المصابين الذين بلغ عددهم حسب ما ذكره مصدر طبي من داخل مستشفى أسيوط الجامعي 16 طالبا، توفيت من بينهم طالبة. وهتف الأهالي ضد رئيس الوزراء وضد حكومة الإخوان، ومنعوا رئيس الوزراء ووزير الصحة ووزير الداخلية من الدخول من الأبواب الرئيسية، مرددين هتافات تطالب بإقالة المحافظ وأنهم غير مكتفين بإقالة وزير النقل ورئيس هيئة السكة الحديد، الأمر الذي دعا المسؤولين إلى فرض كردون أمني. وقام اللواء أحمد جمال الدين بالتفاوض مع أهالي أسيوط، حيث أنه كان مديرا لأمن أسيوط وقام بالتفاوض مع عدد من الأهالي وتهدئتهم، في الوقت الذي قام فيه وزير رئيس الوزراء وزير الصحة بالدخول من باب خلفي إلى لتفقد أحوال المصابين وداخل مستشفى أسيوط الجامعي، وحالا في طريقهم إلى موقع الحادث بمزلجان قرية المندرة والذي أتحدث منه من هذا الموقع. الجدير أن بالذكر أن الأهالي في حالة غضب شديد والأجهزة المعنية غير مفعلة في التفاوض مع الأهالي، تعطلت أحوال المحافظة وتعطلت شؤون المحافظة، بل محافظات الوجه القبلي انقطعت بالاتصال بمحافظات الوجه البحري سواء كان عن طريق السير بالسيارة أو عن طريق السير بالقطارات. ناحية أخرى، أمر المستشار محمود عبد الحليم رئيس نيابة شمال أسيوط الكلية بانتداب فريق من النيابة العامة لمعاينة حادث القطار وضبط وإحضار عامل المزلجان الذي فر هاربا والذي كان سببا في هذا الحادث، حيث أن عامل المزلجان هو السبب الرئيسي في وقوع هذا الحادث. يونس، يعني ماذا عن شهادات الأهالي حول الحادث؟ يعني هل في تفاصيل بتذكر؟ هل هناك شهود عيان بيتحدثوا عن من، يعني كيف بدأ الحادث؟ شهود العيان الذين تحدثوا معي عن هذا الحادث قالوا، والذين يقيمون بجوار موقع الحادث
قالوا أن شدة الحادث وفظاعة الحادث تتطلب مساءلة كبيرة للحكومة وللمسؤولين، حيث أن الحادث يعتبر حادث أليم. كيف يمر القطار في ظل ترك المزلقان أو البوابة الرئيسية الخاصة بهذا المزلقان مفتوحة؟ السائق الحافلة الذي خط المزلقان لا يعلم أن هناك قطار يسير في الطريق، الإشارة أمامه كانت مفتوحة. وربما أكد عدد آخر من شهود العيان أن عامل المزلقان كان نائما في المكان المخصص له للنوم وترك المزلقان مفتوحا ولم يعتبر بهذا الأمر. أرجع ذلك نتيجة الإهمال وغياب المتابعة والمرورية في أي وقت من هيئة الحديث على هؤلاء العاملين بالمزلقان. نعم، بس يونس كان في كلام على أنه المزلقان كان مقفول لكن الأتوبيس دخل برضه، كان في كلام النهاردة عن 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 هذا السيناريو. من مصدر الكلام الذي ذكر أن المزلقان كان مغلقا؟ المزلقان كان مفتوحا، والأمر الذي جعل سائق الأتوبيس يتخطى هذا المزلقان، المزلقان كان مفتوحا ولم يكن مغلقا. التصريحات التي قالها عدد من المسؤولين سواء كان في وزارة النقل أو في المحافظة أو في غير ذلك أن المزلقان كان مغلقا، هذه التصريحات غير صحيحة. شهود العيان الذين أكدوا أن المزلقان والذين يقيمون بجوار هذا المزلقان أن المزلقان كان مفتوحا، وعامل المزلقان الذي تسبب في الحادث كان نائما في هذا المكان. أشكرك شكرا جزيلا الصحفي يونس درويش على هذا التوضيح، أشكرك جزيل الشكر. في محافظة الغربية نظم حزب النور مؤتمرا جماهيريا تحت عنوان الشريعة والدستور، وأكد الشيخ ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية وعضو الجمعية التأسيسية للدستور أن الحزب متمسك بتطبيق الشريعة الإسلامية وما اتفقت عليه الجمعية حول المادة الثانية من الدستور. معنا الآن ياسر عبد العزيز المتحدث باسم حزب النور. أستاذ ياسر، ياسر عبد الغني عفوا، أستاذ ياسر. نعم. ما أهم ما جاء المؤتمر؟ بيان دور حزب النور في اللجنة التأسيسية عامة وضع الدستور وما قام به حزب النور في الدستور وليس في المادة الثانية فقط. ثم ثانيا كان الاهتمام الكبير في المؤتمر والحشد بأهمية بيان أهمية المادة الثانية وتفسيرها ليس عند حزب النور فقط بل عند جموع الشعب المصري، وهذا تبين من الحشد الذي جاء في المؤتمر. من شارك في المؤتمر أستاذ ياسر؟ كان هناك لفيف من قيادات حزب النور واللجنة التأسيسية. كان هناك الدكتور ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة وعضو اللجنة التأسيسية، وكان هناك الدكتور أحمد خليل خير الله المتحدث عن الكتلة البرلمانية وعضو مجلس الشعب السابق، وكان هناك أمين حزب النور بالغربية الأستاذ أحمد الخطان، وحضر أيضا بعض قيادات محافظة الغربية أمثال المستشار محمد عبد القادر محافظ الغربية ومجموعة كبيرة جدا من القيادات في حزب النور. أستاذ ياسر، يعني كيف يسعى الحزب لتطبيق الشريعة الإسلامية من خلال الدستور؟ احنا نطلب حاليا ان المادة التفسيرية هذه تكون موجودة في الدستور، ثم بعد ذلك يكون دور مجلس الشعب ويكون الأمر تدريجي كما بينا قبل ذلك في أكثر من مؤتمر. أشكرك شكرا جزيلا ياسر عبد الغني المتحدث باسم حزب النور. ولينسحب من ينسحب من الليبراليين واليساريين واليساريين، الدستور لن يخالف شرع الله، شاء من شاء وابى من ابى، فنحن ما خرجنا الا من اجل هذا بعون الله سبحانه وتعالى. احبتي في الله، احباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، اطمئنوا فاننا نقوم بجهد مشكور دفاعا عن قضيتنا جميعا الا وهي قضيه الشريعه الاسلاميه. احباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قبل ان اترك المجال اود ان اذكر اخواني بما يحدث الان في غزه لاخواننا المسلمين، اخوان لنا استضعفوا في هذه المنطقه.
من ناحية أخرى، نظم حزب الحرية والعدالة ندوة بعنوان دستور مصر لكل المصريين في إطار حملة الحزب للتعريف بالدستور الجديد. وقال الدكتور زكي زيدان عضو الجمعية التأسيسية أن الدستور الجديد سيكون من أفضل الدساتير على الإطلاق على مستوى العالم لتضمن حقوق وواجبات المواطنين والحد الأدنى والأقصى للأجور وإخضاع الموازنة العامة للدولة لمراقبة الجهاز المركزي للمحاسبات على حد قولهم. الآن معي مهندس أحمد العجيزي أمين حزب الحرية والعدالة. مهندس أحمد، أهلا وسهلا، مرحبا. أهلا بحضرتك. يعني ألا ترى أنه من المبالغة أن نقول أن الدستور الجديد سيكون من أفضل الدساتير على الإطلاق في على مستوى العالم في نفس اليوم الذي تنسحب فيه الكنيسة وينسحب ويهدد آخرون بالانسحاب أيضا؟ أولا، هو الكنيسة حتى الآن لم تنسحب، في تصريح الآن اليوم على لسان الأنبا بولا ممثل الكنيسة المصرية في اللجنة التأسيسية بأنه لم يتم الانسحاب، وإنما ما حدث هي تهديدات صحفية لا تمت إلى موقف الكنيسة بصلة. هذه واحدة، فالكنائس باقية والكنائس ممثلة في اللجنة التأسيسية حتى اللحظة التي أتحدث لحضرتك منها. ولكن لا شك أن هناك خلاف حول الدستور. النقطة الثانية بما يخص الدستور، قول الأستاذ الدكتور زكي زيدان وهو عضو في اللجنة التأسيسية، هذا التصريح أنا أرى أنه يعني ليست فيه مبالغة، لأنه هو جاء في عرض الدكتور زكي زيدان بما حدث في الأيام الأولى للتأسيسية من طبع أكثر من 150 دستور في العالم كله باللغة العربية وتوزيعها على أعضاء اللجنة التأسيسية، وتم طبع كذلك كل الدساتير المصرية السابقة حتى اللحظة ووزعت كذلك على اللجنة، وتم الاستفادة بكل الملاحظات الموجودة سواء في الدساتير العالمية أو في الدساتير المصرية بأخذ ما فيها يناسب المجتمع المصري وتعظيم الفائدة من كل الدساتير اللي موجودة بحيث أن يخرج الدستور المصري يعني مناسبا ومراعيا لآمال وطموحات المصريين في حياة مستقبلية يعني تتمتع بالحرية والديمقراطية ويلبي كل هذه الأمال وهذه الطموحات، فلا مهندس أرى فيها أحمد أي مبالغة. هذا رأيي طبعا. مهندس أحمد، دعنا ننتقل إلى حملة التعريف بالدستور، ما تأثير هذه الحملة على المواطنين؟ هو يأتي تحرك حزب الحرية والعدالة في جميع المحافظات ومنها محافظة الغربية بعقد سلسلة من الندوات والمؤتمرات واستضافة أعضاء بعض أعضاء الجمعية التأسيسية لشرح ما تم حتى اللحظة من المواد التي تم الانتهاء منها، وكذلك شرح الجهود التي تبذل وما تم التوصل إليها إلى اتفاق وما هي المواد التي لم يتم فيها حتى اللحظة عدم التوصل إلى اتفاق. لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نعظم ما هو مختلف عليه وهو قليل للغاية، قليل جدا ضئيل، ونقزم ما تم الاتفاق عليه وهو الكثير جدا. ما تم الاتفاق عليه هو يعني أكثر من 95% من مواد الدستور، وهو مختلف عليه عدد قليل للغاية من مواد الدستور، يمكن التوصل إلى حلول وسط واتفاق بحيث أن يخرج الدستور إن شاء الله في مدة قريبة بإذن الله. هذه واحدة. من أهم أنه حتى الآن لا توجد ملاحظات، لم أسمع ملاحظات يعني هامة في صلب مواد الدستور. ما تم الإعلان عنه من قبل بعض الذين جمدوا عضوياتهم أو أعلنوا انسحابهم شفويا حتى الآن، ولم تصل اللجنة التأسيسية كما علمت أي استقالات، ما تم يعني ترويجه هي في الشكل وليس في المضمون، كما أعلن مثلا الأستاذ عمرو موسى اعتراضه على المدة فقط، لكن لم يتم التعرض إلى مضمون المواد أو معارضته لبعض صياغة المواد، لم يعلن ذلك حتى الآن. فأنا أرى أنه المهم عندنا هو المضمون، المهم هو ما تحتوي هذه المسودة الدستور بحيث أن تلبي طموحات كل المصريين وليس الشكل، لأنه اللجنة التأسيسية صار لها أكثر من 5 شهور حتى الآن وهي تواصل الليل بالنهار بحيث أن تصل في النهاية إلى منتج يرضي كل المصريين. أشكرك شكرا جزيلا مهندس. فنحن في الحزب
نبذل كل الجهود للتواصل مع كل الشرائح، كل الفئات، كل المجتمع المصري، نوضح لهم ما تم الاتفاق عليه حتى الآن وما هو مختلف عليه، ونشرح الصورة الحقيقية داخل اللجنة التأسيسية، لأنه ما يقال في الصحافة والإعلام غير ما هو حقيقة. بس بعد ما يقال في الصحافة والإعلام يقال على لسان أعضاء في التأسيسية أيضا، والتوصل والتفاهم إلى منتج حقيقي يرضي كل المصريين، عكس ما نسمعه في الصحف والإعلام والتصريحات الملتهبة الغير حقيقة، يعني غير عاكسة لما هو موجود في اللجنة التأسيسية. أشكرك شكرا جزيلا مهندس أحمد العجيزي، أمين حزب الحرية والعدالة. إلى محافظة البحر الأحمر، حيث نظم العاملون بخمس قرى سياحية بمدينة مرسى علم أضرابا عن العمل المطالبة بصرف العلاوة الاجتماعية التي أقرها الرئيس بنسبة 15%. من ناحية أخرى، نظمت قوى سياسية وشعبية أمس وقفات في ميادين الدهار والغردقة والسنترال للتضامن مع أهالي قطاع غزة ضد القصف الإسرائيلي، وشارك في الوقفات جماعة الإخوان المسلمين وحزب البناء والتنمية والجبهة السلفية. معنا من البحر الأحمر الصحفي كمال رشاد. كمال، حدثنا عن تفاصيل مشكلة العاملين بالقرى السياحية. في الحقيقة ضحى أن مشكلة العاملين هي هم عاملون في منطقة أو مدينة كراوية بجنوب مرسى علم، وهي تضم خمس فنادق سياحية، نظموا وقفة وأضربوا عن العمل، وذلك للمطالبة بصرف العلاوة الاجتماعية التي تقدر بنسبة 15%. تخيلي ضحى أنه منذ أن أقرها الرئيس محمد مرسي حتى الآن لم تصرف لهؤلاء العاملين بهذه القرى، سواء بالرغم من أن تم صرف القطاعين الخاص والعام. أيضا شكى هؤلاء العمال من عدم صرف بدل الخدمة والتي تقدر ب 12% كاملة دون استقطاع، قالوا أن الإدارة تقوم باستقطاع هذه المبالغ، وبالتالي يؤثر سلبا على إجمالي المرتب الذي يتقاضاه العاملون. قالوا أنهم بصفة مستمرة ينظمون الوقفات أيضا الإضرابات، إلا أن القائمين على إدارة تلك الفنادق يبدو أنهم يتعاملون معهم ود من سن وأخرى من عجين، وعندما قالوا وعندما شكونا لهم حسب قالوا لنا حسب طبيعة المنشأة، يقصدون أنه كل صاحب فندق من حقه تطبيق العلاوة أم لا، لأنهم كقطاع خاص. ولكن أخيرا أرسلوا الفاكسات للرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وأيضا وزير السياحة على أمل نظرة من هؤلاء الكبار. نعم، دعنا ننتقل إلى موضوع آخر وهو الوقفات التضامنية مع غزة أمس، كيف كانت؟ بالفعل شهد كما أسلفت ميدان الدهار وأيضا ميدان السنترال بمدينة رأس غارب وقفة تضامنية مع أهالي غزة والقضية الفلسطينية بصفة عامة. طلبوا خلال الوقفة التي بدأت في الغردقة بمسيرة خرجت من مسجد الهدى بشارع النصر بمدينة الغردقة، تقدمها الدكتور خالد سعيد المتحدث الرسمي للجبهة السلفية بمصر، شارك فيها جميع التيارات الدينية بالبحر الأحمر وحزب البناء والتنمية، الجماعة الإسلامية وحزب الشعب تحت التأسيس، وأيضا الإخوان المسلمين والجماعة السلفية. طلبوا بفتح الحدود مع غزة لإرسال قوافل طبية وأدوية وأيضا تلقي المصابين للعلاج في مستشفيات مصر. طلبوا بوقفة حاسمة ضد العدوان ضحى الإسرائيلي الغاشم، وأثنوا على قرارات الرئيس محمد مرسي رئيس الجمهورية بصحب السفير، ورددوا هتافات طالت الإدارة الأمريكية، ولم ينسوا أن يطالبوا أيضا بتطبيق الشريعة الإسلامية. كل هذا حدث بالأمس ضحى في محافظة البحر الأحمر. الصحفي كمال رشاد، أشكرك جزيل الشكر. إلى محافظة المنيا، حيث تجمع عشرات المرضى بمستشفى جامعة المنيا وأغلقوا الطريق احتجاجا على قرار إدارة المستشفيات الجامعية بإغلاق المستشفيات أمام المرضى بسبب تعرضهم للاعتداء المستمر من قبل الأهالي. أيضا في المنيا، قرر المحافظ الدكتور مصطفى عيسى تشكيل لجنة من مديرية التموين ومباحث التمويل لحصر الشركات الخاصة التي توزع السولار والمازوت المدعم لبحث تنظيم عمليات التسليم إليها، وأكد المحافظ على ضرورة تفعيل الرقابة التموينية لمنع أي تجاوزات داخل المحطات والمستودعات.
إلى محافظة دمياط، حيث أرسلت لجنة الإغاثة التابعة لنقابة الأطباء بدمياط قافلة من الدواء لإعانة أهالي قطاع غزة. وأعلنت اللجنة أنها بصدد إعداد قافلة من الأطباء للذهاب إلى قطاع غزة للمساعدة في إغاثة المصابين جراء القصف الإسرائيلي. إلى محافظة الإسماعيلية، حيث تمكنت إدارة البحث الجنائي من ضبط حوالي 160 تربة من الحشيش بحوزة خفير لإحدى الجمعيات الزراعية بطريق الإسماعيلية القاهرة صحراوي قبل توزيع المتهم للكمية على صغار تجار المخدرات بالإسماعيلية. ومعنا عبر الهاتف العميد هشام الشافعي مدير مباحث الإسماعيلية. سيادة العميد أهلا بك معنا. أهلا وسهلا سيادة العميد. أهلاً. بداية اسمعني من الهاتف فقط وليس من التلفزيون إذا سمحت. ألو. طيب اسمعني بس من التليفون إذا سمحت سيادة العميد، مش من التلفزيون. وأبدأ تمام. معك من ما تطورات الحملات الأمنية بالمحافظة بشكل عام. هو بناء على توجيهات السيد الوزير، السيد اللي هو أحمد حلمي مساعد الوزير، بالضرب من حديد على ايدي تجار السموم والمخدرات، وردت معلومات لاداره البحث الجنائي عن قيام احد الاعراب باحدى الجمعيات الزراعيه باتخاذ المزرعه اللي هو شغال فيها غفير مسرحا لنشاطه الاجرامي في اتجار المواد المخدره. التحريات لضباط اداره البحث اكدت المعلومه دي، وبتقنين الاجراءات استصدار اذن النيابه العامه وبالتنسيق مع الامن العام وقطاع الامن المركزي بالاسماعيليه تم ضبطه بحمد الله، وحائز ومحرز ل 160 تربه من مخدر الحشيش وزنت حوالي 40 كيلو جرام. اعترف بارتكابه لتلك الجريمه وتم عرضه على النيابه العامه اللي امرت بحبسه 4 ايام على ذمه التحقيق. طيب انتم ضبطتم المتهم قبل ان يقوم بتوزيع المخدرات على صغار على تجار المخدرات وبالتالي بيقوم بتوزيع لتجار التجزئه وتجار التجزئه منها للمتعاطين. وبالتالي ازاي بقى هتتعاملوا مع تجار المخدرات الصغار اللي عندكم معلومه ان المخدرات دي كانت رايحه لهم؟ بعاده مناقشته اعترف على بعض تجار المخدرات التجزئة وجاري تقنين الإجراءات وضبطهم إن شاء الله. نعم أشكرك شكرا جزيلا العميد هشام الشافعي مدير مباحث الإسماعيلية. في محافظة أسوان افتتح وزير الري الدكتور محمد بهاء الدين والسفير الهندي بالقاهرة محطة ري بمبان في مركز دراوة صباح اليوم بتكلفة إجمالية 54 مليون جنيه. وقال وزير الري إن المحطة ستروي نحو 10,000 فدان في القرية. معنا من أسوان الصحفي علي توفيق. علي حدثنا عن هذه المحطة الذي تم افتتاحها. نعم وزير الري بدء اليوم زيارة لمحافظتي أسوان والأقصر، بدأها بافتتاح عدد من محطات الري، عددها 4 محطات بتكلفة إجمالية 400 مليون جنيه. تخدم هذه المحطات الأربع زمام أراضي حوالي 50,000 فدان. الغريب أن أهالي قرية بمبان بعد أن تم افتتاح هذه القرية عربوا عن غضبهم الشديد لذلك، لأن القرية قدرتها كبيرة جدا والترع والمصارف الموجودة في هذه القرية لا تستوعب هذه الكميات الكبيرة من مياه الري. ألو على أن قرية بمبان يعني يوجد فيها بالفعل محطتين للري تكفيا لاحتياجات المزارعين. كان من المفترض أن يتم إنشاء ترعة يعني تنقل المياه من محطة الري الجديدة إلى الظهير الصحراوي والقرية، ولكن هذا للأسف الشديد لم يحدث. لذلك الأهالي يعتبرون أن إنشاء هذه القرية التي كلفت حوالي 54 مليون جنيه بمثابة إهدار للمال العام، وأكدوا أنهم سوف يعقدون مؤتمر يضم المسؤولين في الري ومصلحة الميكانيكا في يوم الخميس القادم لوضع حل هذه المشكلة إن شاء الله. أشكرك شكرا جزيلا الصحفي علي توفيق. إلى محافظة بورسعيد، حيث دشن ممثلو عدد من الحركات والتيارات السياسية والأحزاب مبادرة بعنوان الجسد الواحد تهدف للم شمل كل التيارات بالمحافظة وتوحيد الجهود للخدمة المجتمعية والتفاعل مع جميع القضايا الداخلية والخارجية. ومعنا عبر الهاتف عمر خشبة منسق المبادرة. أستاذ عمر اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بك. ما فعاليات المبادره وما اليات الاليات لتحقيق الهدف منها؟
طيب انا ابدا بالاليات. الاليات ثلاث محاور. المحور الاول محور الترابط، تحقيق الترابط الحقيقي ما بين اطياف العمل المجتمعي والعمل الخدمي. المحور الثاني التنسيق والتعاون عشان ما يبقاش عندنا تضخم في مجالات خدميه وندره وشح في مجالات اخرى، وما يبقاش ويبدو العاملين في مجال الحق الدعوي ومجال الحق الخدمي كانهم متصارعين بدلا من التنسيق ما بينهم. الحاجه الثالثه، طيب هذا الكلام جميل نظريا، كيف يطبق على الارض بقى؟ اداريا كيف يطبق على الارض؟ ان احنا يبقى في مرحله مكاشفه، ان كل واحد عايز بيعمل شغل او بيجهز لشغل او بيرتب لشغل على الارض الواقع يبدا ان هو يطرح تصوره ويطرح خططه، ويبقى في اداره منسقه او اداره تنسيقيه ما بين كل العاملين، يعني كل المتحركين في على الارض في ال في 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 بورسعيد. وطبعا هي طبعا بنطمح ان الموضوع يتعمم على مستوى مصر كاملا يعني، بس احنا بدانا بورسعيد ان كل واحد فيهم يطرح تصوره ويطرح فكره ويطرح خططه ويبدا يتم التنسيق ما بينها وبين بعض. يعني مثلا عند واحد هيعمل مشروع مثلا كمان شهر، وفي واحد هيعمل نفس المشروع بعد شهرين، احنا نقرب المسافه، نخلي ده يعمل في وقت ده او يبقى في مسافه في النص، بحيث يبقى الجهود متوحده. الحاجه الفائده الكبيره من المساله ديت اللي احنا بنهدف ليها اللي هم الناس اللي لا منتمين لاي تيار، دول الهدف ودول المستهدفين. الناس اللي مالهاش انتماء لاي تيار ومش عايز تنتمي لاي تيار من التيارات الموجوده سواء فكريه او سياسيه او دينيه، نعم. مش عايز تنتمي. الناس ديت عايزين نديها الفرصه ان هم يشتغلوا ويخدموا من غير ما يبقى عندهم تحفظ من حته الانتماء. واحد مش عايز يبقى اخوان، واحد مش عايز يبقى سلفي، واحد مش عايز يبقى ليبرالي او مش محسوب على حزب ولا جماعه، ولكن عايز يخدم وعايز يشتغل وعايز يدعو الحق والخير. فبنديهم الفرصه عن طريق ان احنا نشوف طاقتهم واستعدادهم. اشكرك شكرا جزيلا الاستاذ عمر خشبه منسق مبادره الجسد الواحد. من ناحية أخرى، تظاهر مساء أمس أمام مديرية الأمن أهالي شاب قتل في مشاجرات بالأسلحة النارية في سوق الملابس المستعملة. هذه الحادثة وقعت مطلع الشهر الجاري، وطلب الأهالي بالقبض على الجناة وسرعة تقديمهم للعدالة. معنا عبر الهاتف الصحفي أحمد الجمال من بورسعيد. أحمد، لماذا لم يتم القبض على المتسببين في مقتل الضحية حتى الآن؟ حتى الآن ضحى تصدر مديرية الأمن بيانات بأن البحث جاري عن القتلة وعن الجناة، فلما تأخرت منذ بداية الواقعة مطلع الشهر الجاري تظاهر مساء أمس أهالي القتيل أمام مديرية الأمن للمطالبة بالقبض على الجناة وسرعة تقديمهم للعدالة. ورفع الأهالي لافتات تحمل وزير الداخلية نتيجة الانفلات الأمني الذي تشهده بورسعيد، ما ينتج عنه إزهاق أرواح ليس لها علاقة بالمشاجرات بالأسلحة النارية التي أصبحت سمة واضحة في بورسعيد. وقال محمود عبد الوهاب موظف وشقيق الضحية أحمد 27 سنة أن أخيه كان قد بدأ اليوم الأول للعمل في أحد محال الملابس المستعملة في السوق الخاص بها أمام سوق الأسماك الجديد بشارع النصر بحي العرب في بورسعيد، واتصل به للإطمئنان عليه في المكالمة الأولى، وفي المكالمة الثانية رد عليه زميل له وقال له أن أخيك أصيب بطلقتين في صدره، وقال أنه أبلغ مديرية الأمن ببعض الأشخاص الذين قال عنهم شهود العيان في الواقعة، ولكن حتى الآن أكد لنا شقيقه محمود أنه لم يتم القبض أو التفاعل مع من تم الإبلاغ عنهم أنهم من الممكن أن يكونوا متورطين في الحادث وفقا لشهود العيان. نعم، أشكرك شكرا جزيلا الصحفي أحمد الجمال، كنت معنا عبر الهاتف. إذا مشاهدينا بهذا نأتي إلى نهاية جولة أخبار المحافظات، أشكركم على متابعتها وإلى اللقاء.